الكونوكليوفيليا it is an ongoing gradual kidney loss of function، يعني فشل كلوي تدريجي مستمر. ongoing و gradual، فقدان في وظيفة بتاعت الكلى تدريجيا وبشكل مستمر. in early stages it might be asymptomatic، في البدايات زيها زي معظم الأمراض المزمنة في الغالب بتبقى ما فيش أعراض محددة واضحة. in advanced state there would be dangerous levels of accumulated metabolic waste products, electrolytes, minerals and water within the body. However, it is not fatal. يعني هي الحالة مش قاتلة، يعني مش الموت ممكن مش هيتوفى، بس هيبقى يعني في حالة مزرية نتيجة لتراكم النفايات اللي هي الكلى مسؤولة إنها تفلترها من الدم وتخرجها. يبقى there would be dangerous level أو معدلات عالية جدا of accumulated waste products, metabolic waste products, electrolytes, minerals and water. ودي وظيفة الكلى إنها تفلترها وتطلع الزيادة من الجسم. clinical picture it is not specific to renal disorders until advanced stage of renal failure. يعني زي ما قلنا هي ممكن تبقى في الغالب بتبقى asymptomatic لحد ما يكون حصل درجة عالية من الفشل الكلوي المزمن. هنا هتظهر الأعراض نتيجة تراكم النفايات في الجسم. نزلة vomiting, generalized fatigue, sleeping disturbance, decreased mental clarity, muscle cramps, swollen feet, chest pain, shortness of breath. يعني نزلة vomiting, generalized fatigue، تعب أي عام، مشاكل في النوم، مشاكل في التركيز، تشنجات في العضلات مثلا، سورن فيت ممكن دي برضو تبقى مميزة، شيست بين، شورتنس اوف بريس برضو، شورتنس اوف بريس بتبقى برضو نتيجة تراكم السوائل وشيست بين في الجسم. يعني التلاتة دول ممكن يبقى ليهم علاقة بتراكم السوائل في الجسم. الاتيولوجي الأسباب بتبقى مصاحبة مع أمراض أخرى، يعني في الغالب زي مرض السكر diabetes type 1 و 2 بيعمل نيفروباثي، هايبرتنشن ارتفاع عالي ومزمن في ضغط الدم، جلوميرولونيفريتس ممكن يعمل أكيوت والأكيوت ده ممكن يقلب كونيك لو ما تعالجش، بوليسيستيك كيدني ديزيز برضه ده في شك وراثي منه، بيبقى تكيسات في الكلى وتدريجيا الكلى بتفقد وظائفها. يعني prolonged obstructed urinary tract، انسداد مزمن أو مطول في مجرى البول زي مثلا في البي بي اتش، تضخم في بروستات الحميد بقاله فترات سنين، مع الوقت هو التضخم ده بيزيد فبيضيق على مجرى البول، فبالتالي الكلى بتصنع بول بشكل طبيعي بس البول بيتراكم عليها فهي بتتأثر بالنقطة دي. فيزيكو يوتريك ريفلوكس نفس الكلام، في ارتجاع في البول، يعني فيزيكو اللي هي بلودر يوتريك اللي هي اليوتر، ارتجاع في البول برضو من هنا لهنا بيبقى نفس الكلام، البول بيتحوش في البلادر مش عارف يتصرف، فبيرجع لفوق، بيرجع بالعكس، فبيتحوش نفس الكلام برضو في البي اتش، فبيتحوش في الكلى. recurrent renal infection التهاب كل شوية يحصل التهاب في الكلى أو في مجرى البول، فده مع الوقت ممكن يأثر على وظائف الكلى. complications أهم complication إن بيعمل fluid retention احتباس في السوائل في الجسم، ده هيؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم، هيعمل uncontrolled hypertension.
وارتفاع في ضغط الرئة هيعمل بالمونري هايبرتنشن ومن ثم بالمونري إديما وهيعمل بريكارديتس الترشيح السوائل على القلب برضه هيعمل التهاب في الغشاء اللي حوالين القلب برضه في أنيميا هتحصل كونيك أنيميا due to reduced production of erythropoietin hormone iron malabsorption malnutrition. الأنيميا بتحصل ليه؟ لأن في هرمون له علاقة بالكلى أو كلى بتفرزه يعني اسمه إرثروبروتين دوت بيساهم في تصنيع كرات الدم أو مقاومة الدم فهنا لما الكلى تبقى فيها كرونيك فيلير هيبقى في هنا أنيميا وإلى جانب في مال أبزوربشن أوف أيرون وفي مال نيوتريشن يعني في سوء تغذية للعيان دوت لأن هو كده كده عنده كذا مرة تانية فهيبقى عنده مثلا مشاكل في الجهاز الهضمي مشاكل في التغذية وكبير في السن دي كلها عوامل بتؤدي إلى سوء تغذية وسوء جودة الأكل اللي بياكله كمان يعني فعلى الأقل بيبقى مثلا العيان اللي عنده كذا مرض مزمن ما بياكلش كويس ما بياكلش كتير ما بياكلش بشكل معتدل بيبقى نفسه مسدودة فده بيؤدي إلى سوء تغذية فهنا الأنيميا نتيجة reduced production of erythropoietin hormone اللي بيطلع من الكلى وسوء تغذية بينا الأوستيودستروفي metabolic bone disease where osseous tissue become fragile bones are easily fractured but difficult to be treated surgically as healing would be very weak. هنا طبعا في حاجة اسمها بينا الأوستيودستروفي ده إن العظم بيتأثر بحالة الكلى لأن الكلى مسؤولة عن إنها تأكتيفيت فيتامين دي إحنا قلنا لو أنتوا عارفين فيتامين د ده موجود في الجسم بشكل غير نشط موجود تحت الجلد بشكل غير نشط محتاج إنه يتنشط عن طريق الأول تعرض للشمس ثم بيعدي على الكلى وبيعدي على الكبد أو الرئة علشان يتنشط فبيتنشط بكذا مرحلة أول حاجة الشمس تاني حاجة الرئة تالت حاجة الكلى فالكلى دي آخر مرحلة في تنشيط فيتامين د لو الكلى هنا فيها مشكلة فيتامين د مش هينشط فهيؤدي إلى ضعف أو هيؤدي إلى زي نوع من أنواع الهشاشة بنسميها في العظم بنسميها رينال أوستيودستروفي يعني دستروفي هنا يعني زي إيه سوء تكوين سوء تكوين في العظم بسبب مشكلة مزمنة في الكلى فهنا العظم مبيبقاش فاجايل ممكن يتكسر بسهولة easily fractured but difficult to be treated surgically يعني هو بيتكسر بسهولة وبيلحم بصعوبة وحتى لما تيجي تعمل له عملية وتثبته صعب إنه يلحم والشريحة بتفك منه لأنه عظم هش وجودته وحشة واللحام فيه سيء ده تأثير الكونيك مينوفيليا على العظم كارديو فاسكولار ديس أوردرز مشاكل في القلب والأوعية الدموية هايبركاليميا وده قلنا emergency state هايبركاليميا دي لأنها ممكن تؤدي إلى الوفاة ممكن توقف القلب واحنا قلنا هنا علاج الهايبركاليميا بتدي في الوريد جلوكوز وأنسولين وكالسيوم ليه بتدي جلوكوز وأنسولين وكالسيوم لأن الأنسولين بيساعد على إن البوتاسيوم يدخل الدم فطالما عطيت أنسولين بتدي معاه جلوكوز عشان الجلوكوز في الدم ما يقلش المريض ده ممكن ما يكونش مريض سكر بس انت تديله علاج يعني الانسولين هنا ماشي عشان يقلل سكر الدم لا عشان يقلل البوتاسيوم العالي في الدم فده استخدام اخر للانسولين يبقى الانسولين هنا بيتاخد في الهايبركليميا علشان يقلل البوتاسيوم العالي في الدم تمام فالعيان ده ممكن يبقى ما عندوش سكر فهتديله جلوكوز عشان السكر معاه ما يقلش لان الانسولين انت هتزود له الانسولين في الدم فالسكر هيقل وهو طبيعي فبتدي له
جلوكوز معايا كمان. والكالسيوم بتدي كالسيوم بدرجات قليلة عشان برضو ما يحصلش تغير في مستوى الكالسيوم في الدم مع حركة البوتاسيوم داخل الخلية. أما لو الكالسيوم قليل هتدي له كالسيوم، بس بتدي كالسيوم ببطء في الوريد وببطء وتركيز معين. فالهايبركاليميا برضو ممكن يحصل في الأكيوت وفي الكرونيك، ودي مهمة جدا. امبيرد اميونيتي بيبقى فيه مشكلة في المناعة، المناعة بتتأثر هي كمان. اند ستيج فيليا، ودي المرحلة النهائية من الفشل الكلوي، وده بيحتاج غسيل كلوي، العيان بيحتاج وقتها غسيل كلوي. البريفنشن نفس الكلام زي الأكيوت، هتخلي بالك من المسكنات الـ OTC analgesics اللي هي non-steroidal anti-inflammatory drugs، to sustain healthy lifestyle. دي حاجة مهمة جدا في كل الأمراض المزمنة. أكل صحي، أسلوب حياة صحي، يبقى تبقى أكتف وتمارس رياضة على الأقل مشي. لو عندك رفاهية تروح الجيم روح. التدخين والكحوليات وأي حاجة من دول مفيش. وكمان الصودا، يعني الصودا بيبسي وكولا ده من ضمن الحاجات اللي برضه مضرة جدا. والتحكم في الأمراض المزمنة، يعني السكر والضغط بالذات، لازم المريض دوت يراعي نفسه لو هو مريض سكر أو ضغط، ويهتم بالمتابعة وتنظيم المرض دوت. الدياجنوز نفس الكلام، هنعمل تحاليل، قلنا تحليل وظائف كلى، ممكن يتطلب الأمر الإشاعات بس بغير صبغة. الإشاعات بتبقى موجات صوتية أو إكس راي أو مقطعية، وزي ما قلنا ده عشان نحدد السبب، تمام، حسب عشان سبب. يعني لو شاكين في حصوة ممكن نعمل أشعة عادية أو موجات صوتية، لو شاكين في ورم ممكن نعمل مقطعية، لو شاكين في التهاب برضو ممكن نعمل تحاليل وظائف كلى. برضو لو عيان محجوز في المستشفى، لازم أي عيان محجوز في المستشفى لازم، حتى لو ما عندوش حاجة في الكلى، لازم نشوف اليون أو البوت، بنركب له قسطرة بول ونقيس هو بيطلع بول قد إيه في 24 ساعة، والمقدار الطبيعي لليون أو البوت نص الواحد ملي ليتر في الكيلو في الساعة. يعني لو هو وزنه 100 هنضرب 100 دي في واحد نص الواحد، يعني في الساعة هيطلع 50 لـ100 مللي، تمام. أقل من كده تبقى أقول له جارية. ممكن نعمل تحليل بول، ممكن نعمل تحليل بول أو مزرعة بول، يعني ممكن دي مع مزرعة، يعني في تحليل بول دي حاجة، مزرعة بول حاجة تانية، عشان نشوف هل في التهاب في البول ولا لأ. دي مزرعة بول عشان نشوف في التهاب في البول ولا لأ. ممكن ناخد عينة بقى من الكلى في المراحل الأخيرة. العلاج برضو العلاج، يعني إيه أول حاجة لازم تتفادى العوامل المؤدية للمرض. avoid risk factors smoking obesity OTC non-steroidals and inflammatory drugs. management of the cause، يعني لو في سبب تعرف السبب إيه وتعالجه. لو في التهاب هتعالج التهاب، لو في حصوة هتشيلها، لو في مواد في الدم هتعالجه، لو في ورم هتشوف هتعالجه ازاي، لو في تضخم في الجسد هتعالجها، لو في شوك هتعالجه. احنا قلنا من بريمير كوزز هي الشوك. بس ده اكتر في الاكيوت. انا برضو انا عارف نشوف الدايبيتس، نظبط المرض دوت، هايبرتنشن نظبط الضغط. لو في احتباس في الاحتباس او تراكم في سوائل الجسم، بندي ادويه للموضوع دوت. تاني حاجه دي بقى الكوميونيكيشن، تريتمنت اوف كوميونيكيشنز، تريتمنت اوف هايبرتنشن،
لو في ارتفاع في الضغط نتيجة فشل الكلوي لازم نعالج الهايبرتنشن معاه، يعني أي حاجة بتظهر مع المرض ده هنعالجه. الهايبرتنشن زي ما قلنا بندي مدورات بول أو حاجات تنزل السوائل من الجسم. الأنيميا برضه بندي فيها علاجات معينة، الأنيميا حسب درجة الهيموجلوبين أو حسب تحليل الاتش بي. هندي حديد ولا هندي نقل دم؟ احنا قلنا في تركيز 7 الهيموجلوبين 7 أو 8، أكتر من كده بندي تحديد أدوية مكملات غذائية، أقل من 7 أو 8 المفروض المريض ده ينقل دم في الغالب. المريض ده برضه بيبقى غالبا معاه كوليسترول عالي، ف محتاجين حاجة للكوليسترول، حاجة تقلل دهون الدم الضارة. لازم يبقى ماشي على زي ما ذكر على الدايت بتاعه اللي يبقى فيه بروتين قليل، لأن البروتين دوت هيبقى مضر للكلى، لأن الأحماض الأمينية لو زيادة في الدم هتطلع من الكلى حجمها كبير، زي ما قلنا الحاجات اللي حجمها كبير بتسد النفرونز، فبتعمل مش بتزود التيابلا to decrease the risk of developing an end stage renal disease. يبقى لازم ياكل بروتين بشكل قليل يعني أقل من الطبيعي. كالسيوم and فيتامين دي سبلمنتس، احنا قلنا كلها مسؤولة على إنها تنشط فيتامين د، ولما هنا الكلى تبقى مصابة هيبقى فيتامين د قليل في الجسم، وبالتالي الكالسيوم قليل، وبالتالي العظم ضعيف، وبالتالي بيحصل لينا الاستيوديستروفي. فاحنا لازم ندي كالسيوم وفيتامين د لأي عيان مريض كده. مانجمنت اوف ذا اند ستيج رينال ديزيز بتعالجه ازاي؟ يا اما بغسيل الكلى دياليسيز او بنقل الكلى زرع كلى، يبقى اند ستيج المرحله النهائيه، يا اما يعني يقعد يغسل مرتين في الاسبوع او 3 مرات في الاسبوع مثلا، يا اما بتعمل له نقل زرع كلى. سهل الكلام دوت؟ حد عنده اي اسئله في الكورنيك من الفيلم؟ تمام يا دكتور، تمام كده. هو مش تمام خالص، هو مش تمام خالص بجد، صعب قوي. بص، هو عايز تكوار، يعني انت اهم حاجه فاهمه ولا مش فاهمه؟ يعني ممكن بالمذاكرة بقى. هو عايز مذاكره طبعا، يعني الفشل الكلوي ده يعني لازم تكوني فاهمه. انت افهمي بس الكلام اللي اتقال وبعدين مره هنسمع اقول. يعني المذاكرة، نعم، هنسمع بيسمعك المحاضرة تاني ونذاكرها. ذاكريها وفهمي، ركزي على الفهم بس، هي دي الفكره. وده كلام مبسط يعني، ولو عندكم أي أسئلة ابعتولي. تمام، تمام يا سيدي، نكمل هارت تمام. فيليا على نفس الفيديو ولا نفتح فيديو جديد؟ نفتح فيديو جديد؟ ماشي خلاص، يبقى اقفل دوت.